ينضم إلينا المستشار رمزي الرميح، المستشار بالقوات المسلحة الليبية السابق. أرحب بك سعادة المستشار. أهلا بك أخي الكريم. أهلا بك. بداية، كيف تابعت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكيف أيضا تتابع القمة الإفريقية والخاصة بليبيا في القاهرة؟ طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس اليوم أو أمس فقط اهتم بالقضية الليبية. الرئيس تصريحاته كلها موثقة، وأبرز هذه التصريحات عندما قال لن نسمح باستمرار إسقاط ليبيا، ولن نترك ليبيا، وإذا العالم تخلى عن ليبيا فنحن لن نتخلى عن ليبيا. الرئيس عبد الفتاح السيسي أخذ على عاتقه الأمن القومي الليبي تماما، كما أخذ على عاتقه الأمن القومي المصري، لأنه يعي جيدا، وهو رجل عسكري ورجل مخابرات ورجل سياسي ورجل دولة، يعي جيدا أن الأمن القومي المصري الليبي لا ينفكان عن بعض. وبالتالي قام سيادة الرئيس والرئاسة المصرية ورئيس الدبلوماسية المصرية سامح شكري وأجهزة الدولة السيادية من قوات مسلحة ومخابرات حربية ومخابرات عامة بالاهتمام بالأزمة الليبية، وإطلاع العالم خاصة في المحافل الدولية بجولات مكوكية قام بها الرئيس في أغلب جولاته الرئاسية عن حقيقة الوضع في ليبيا وما يجب أن يكون. ونستطيع أن نقول بكل شجاعة وبكل تواضع أيضا أن الاتصال المباشر من الرئيس ترامب بالمشير أركان حرب خليفة حفتر كان بفضل سبحانه وتعالى نتيجة جهود الرئيس السيسي مع الرئيس ترامب، لأن الرئيس السيسي وضع الأزمة الليبية على المكتب البيضاوي بشجاعة وتجرد وجرأة. وبالتالي الرئيس السيسي يقوم بجهد جبار، خاصة الآن في ظل رئاسته للاتحاد الأفريقي، ويريد أن ينهي أزمة ليبيا والسودان. أزمة السودان اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أقنع المسؤولين في الاتحاد الأفريقي بضرورة مد المدة من أسبوعين إلى 3 أشهر 90 يوم، وهو نجاح باهر في هذا الظرف الحساس. وأيضا نرجو ونأمل أن يقتنع الاتحاد الأفريقي أولا، ثم يقتنع بقية المناظرات الدولية والمجتمع الدولي أن ما يحدث في طرابلس هو عملية عسكرية تقوم بها قوات مسلحة ليبية حصرية شرعية ضد جماعات إرهابية إجرامية، تجار دين، تجار سلاح، تجار بشر، جريمة منظمة. وبعد انتهاء مرحلة التحرير والتطهير نبدأ في مرحلة سياسية. سيادة المستشار، ماذا يريد الليبيون من إفريقيا؟ ونحن نتحدث عن قمة وتصريحات معنا على الهواء الآن. الرئيس السيسي يقول أن الشعب الليبي تعرض لفوضى غير مسبوقة للميليشيات في أرجاء البلاد. ماذا يريد الليبيون من إفريقيا؟ نحن نريد من إفريقيا الالتزام بالتصريحات الميمونة المباركة الشجاعة الدقيقة في تشخيصها، وأنا قلت هذا الكلام منذ سنوات عبر إعلام محلي وأقليمي ودولي. قلت أن أفضل، وهذه ليس إطراء أو إطناب، هذا تجرد، قلت أن أفضل من شخص الحالة في ليبيا هو الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي، أفضل حتى من المسؤولين الذين تقلل المناصب من 2011 إلى هذه اللحظة. وبالتالي نحن نريد من الاتحاد الأفريقي مجتمعا الالتفاف إلى كلمات الرئيس السيسي والوقوف عند تشخيصه. ونقول أيضا يجب على الاتحاد الأفريقي أن يعي أن ما حدث في فبراير 2011 ليست ثورة، إنما فوضى خلاقة أسقطت دولة اسمها ليبيا باعتراف الأمم المتحدة وباعتراف جميع الدول العربية وأيضا بالرؤساء الذين أسقطوا ليبيا. إسقاط دولة وليس إسقاط نظام. ولهذا السبب الرئيس السيسي يؤكد حرصه على الحفاظ على الدولة المدنية. الرئيس السيسي له مصطلح باللغة المصرية بخاطب المصريين والأمم المصرية، يقول لهم بصوا حواليكم، يقصد من؟ يقصد سوريا واليمن وليبيا والعراق. نعم أخي كريم، شكرا جزيلا المستشار رمزي الرميح، المستشار السابق بالقوات المسلحة الليبية، كنت معي عبر الهاتف.